المطليقي ما قضى لي قواعد. نعم طلقان سيدي طلقان المطليقي ما قضى لي قواعد. مش فايدة مش فاهم حاجة خالص. يا أستاذ صلاح. يا أستاذ. أيوة فندم. أنا حاجز على أوضة على البحر. حاجز عليها. طلقان سيدي طلقان المطليقي ما قضى لي قواعد. حاضر حاضر حاضر. يا مدمازيل بهيجة. أيوة أستاذ أحمد. با 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 با. عاوز إيه بس؟ طيارة؟ با با. فرحة. بالامس قبل القيام يا استاذ انا باعت الاغراض من 3 ايام حاجز اوضه قليلا يا استاذ من فضلك يا استاذ بهيجه. طيب والله طيب الاستاذ صلاح وانا كمان عايز انجدني من الحوسه دي يا امام. ما شفتش الاستاذ صلاح يا عثمان؟ دور على الاستاذ صلاح. نو صلاح انا زعلان منك كتير. ليه بس؟ انا مبسوط منك كتير. كم لونج سوا سوا اسوان. مش ممكن يا دارلينج، عندي شغل ورك. ما تقطعيش عيشي. دونت كات ماي بريد. بريد؟ نو انت تاكل جاتو. I'll buy shepherd's hotel for you. تشتري الكندا يدوم عزك. Come along with me صلاح. مش ممكن مش ممكن. Then I'm not going. طب اقولك انت تسبقيني. You go أسوان. I finish my work بعدين احصلك سوا سوا. نو صلاح. الو ابعتوا لنا حد ياخد الشرط بتوع مس سبرينج. يلا يا سبرينج. نو يلا يا سبرينج الله يهديكي. نو يلا يا اختي بقى يلا. اسوان اسوان اسوان. طب سد 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 سد. قديش وقت انقضى وقضي ما انقضى يا قفا قفا. يا استاذ قلنا اقعد على البحر مش على المنور. قلقان سيدي قلقان دهقان سيدي دهقان دهقان سيدي دهقان. دقيقه من فضلك دقيقه. يا استاذ صلاح قد باي صلاح انا زعلان منك كتير. ايوه مش لازم يزعل كتير عشان صحيح. قد باي ديلي قواعد غرادات العطر والريحه قطعني لغدر. ايوه الدنيا اتكركبت فوق دماغنا مش فاهمه حاجه منك. ايوه في معلش معلش انا لا حبيبي قالولا قد قلت القائد القتل مقابل للقتل قدام القرطاجي. هاتي فرخين ورق بسيطة اتنين فرخ قبل القيلولة قد قلت القائد خدمة في القاتل خدمة تانية هبا بابا وقلم رصاص هبا بابا هبا بابا وقلم احمر. يا استاذ ديله كان ده ولا حمام سوقي. قلقان سيدي قلقان تحقان سيدي تحقان دهقان سيدي دهقان. يا استاذ صلاح من الصبح عمال قا مش فاهم حاجة. قائم رخيب اي خدمة اكتر اقضيها. كيف يا صلاح افندي كيف؟ بالامس قبل القيلولة قد قلت للقائم بالخدمة في القاتل مقابل للقاعة القبلية قدام القرطاشي يقضي لي قواعد غرزات العطر والريحة قطع عني لغاية الوقت. قبح الله وجهه. ليه ما قلت المطليقي؟ قلت المطليقي. المطليقي القباش. المطليقي القباش اللي واقف في القبة الكشاني. واقف في القبة الكشاني ما رد علي. على كل حال لا تقلق بالك كن قرير العين. ما تبوش تبعتوا له صابون بريحة بيتعب اعصابه. واخد عنا بوليس مقضية باذن الله مقضية. بارك الله فيك بارك الله فيك. يا استاذ صلاح. ايوه حاجز اوضه على البحر جيت لقيته مبددين. الاستاذ حاجز اوضه على البحر ليه تدوله اوضه على البر؟ ايوه بس احجز له اوضه في جناح ميس سبرينج. حاضر. برافو عليك برافو. متشكر. كشري صلصه. اهلا كشري. اهلا اهلا يا مام هات الشنطه تطلع معايا. ها وبتشتغل ايه دلوقتي يا شكشك؟ انا دلوقتي محامي محامي كبير واسمي زي الطبل. انا جاي هنا الحقيقه في عزله علشان الف كتاب في القانون. والله انا فرحت لك قوي بس مش متصور. ليه بقى؟ اصل كنت غبي قوي. ما انتش فاكره ما كنت بتغش مني في الاملاء. والله زمان. وانت عامل ايه يا ابو صالح دلوقتي؟ عازب متجوز؟ والله لا عازب ولا متجوز. امال ايه؟ اصل اتجوزت من 4 سنين. وبعدين؟ مراتي كانت فقيرة إنما حلوة. كنت أسعد زوج في الدنيا. أبا أبا عم الأبير يا عم الأبير. مين إيه ليه؟ إيه؟ ستة بقى بتندع عليك. لا فين؟ في إيه؟ البيت فوق. في البيت فوق؟ آه طيب حاضر إن شاء الله. باين عليك متقل العيار قوي. صباح الخير يابا. يسعد صباحك يا بنتي. املا سلطانيه بليله. بكام؟ بكام؟ ده انا ست ابوها. طيب ست ابوها بنتك. ايه ست ابوها؟
بس كتر السكر. حاسب حاسب حاسب، خد السلطانية بس. يا ندمتي عندك يا صلاح. يا ست ابوها، يا ست الكل، يا ستي انا قلت لك 100 مره بلاش الحاجات دي. ليه بقى يا صلاح؟ دي الست تخدم جوزها برموش عينيها. ست ابوها ده العادي يا ست ابوها. صح النوم يا خمه نوم، الناموسية كحلي. يا فتحي علينا يا رزاق يا كريم. طول بالك يا صلاح. طب والنبي دمي بتحبك قوي. بتحبني قوي، الود والدقه اتعلقني من جذور رقبتي. ناوي النبي، بس هي اللي بتحب تهزر معاك. تهزر؟ كل هون عشان خاطرك استبوها. يسلم خاطرك يا صلاح. خدي بقى يا ستي، اعملي لنا شويه فته بالكوارع بالخل والتوم. ولزومه ايه؟ ما احنا معزومين الليله في فرح سمسم، جارتنا اللي تحت وهنتعشى عندهم. لا يا ستي، انت تنزلي تجامليهم لحد انا مالي، نقعد عندهم شويه ونطلع نتعشى سوا. امرك يا سي صلاح. السلام عليكم. وعلى المؤمنين السلام. افطر بقى يا صلاح لحسن تتاخر. طعمه بشكل البليله. تسلمي لك يا عم لبيب. بالهنا والشر. اتفضلي معانا بليله. ما بحبهاش. دي طعمه قوي. ما بحبهاش. دي من ايد عم لبيب. ما بحبهوش. خد كل البيضه دي. ما بحبهاش. الله سي صلاح، انت ما كلتش. فوتك بعافيه يا ست ابوها. يا ست الكل. فوق ليه يا ابني؟ ده انا عايز اتوه. تتوه ليه؟ عشان انسى حماتك المصيبه اللي ابتلاني بيها ربنا. عندك حق. شد شد سي صلاح. ايه يا ست ابوها؟ نسيت المنديل. كتر خيرك يا ست الكل. عاوزه وانت جاي تجيب لي ترمس. من عينيا يا ست ابوها. ترمس ترمس ترمس. النبي تتوكسي اكتر ما انتي موكوسه. ليه بقى ياما؟ ما انتش شايفه الستات اللي زيك عاملين ايه في جوازهم؟ نهار ما يخشوا عليهم بلبن العصفور يروحوا مبوزين، وانتي يا اختي سي صلاح لما يخش عليك بحزمه كراكت تقولي يا ارض انشدي ما عليكي قدي. متشعبطه فيه ليه؟ كاتبلك؟ ساحرلك؟ لا. امال ايه؟ بحبه. بزيادة عليا. قومي قومي، زمان ام لولا البلانة جاية، خليها كده تاخدك فمين تخليكي زي الحروسة، تنزلي الفرح تبقي احلى منها. هات الكرات ده. لما انتوا مش قد الشرب بتهببوا ليه؟ ايوه جاي. البراندي في المنسى. هي البت الرقاصه ما نزلتش ليه؟ بتلبس هدومها ونازله. الا يا معلم ممكن اروح بدري قبل التشطيب. ليه؟ اصل عقبال عندك عندنا فرح. طيب ربنا يهتم بخير. كتر خيرك يا معلم. سمعيني حاجة يا اختي. لا معلش والنبي، اصلي تعبانة واخدة برد. يا اختي برد ايه؟ خش يا شيخة فرفشينا وفرفشي الحروسة والعريس. لا ياما صلاح محرج عليا. محرج عليكي؟ وهو هيشوفك فين يا بنتي؟ خش يا شيخة. يلا والنبي يا اختي، يلا فرفشي معاكي. يلا والنبي Thank you.
شربنا شوية سخلص اللي فيدي واجيلكم. افتحي افتحي اكسر الباب. غصب عني يا استاذ صلاح، هم اللي غصبوا عليا اغني. افتحي بقولك. انا قلت اغني عشان ما ينفعش نقطة. اوعى تخشي لها ولا تمد ايدك عليها. انا ابعدي يا ولية انتي. اديني شنكلتها لك، خش انت بقى رب الدنيا. حرتيني فضحتيني، خليت ايه للغواش؟ اعمل تعملي فيها؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ معلش يا خضرة، تحرم ولا طلعها؟ دمت يا خضرة. حرمت مد ايدك عليا؟ حرمت يا خضرة. تمسكني له؟ تمسكني له؟ له يا خضرة. بالنبي دمت يا خضرة. فضلت عايش على دي الحال، والولية حماتي فضلت وراها بالحقن. ابعدي عن بوز الفقر، شوفي نفسك يا اختي لحد ما طفشتها. ايوه، انما لابد في دافع، سبب مباشر للطفشان. بقرش ملح. ملح؟ ايوه
قاعد بتغدى لقيت الاكل دلع شويه، قلت لها هات لنا ملح، قالت مفيش ملح، اديتها قرش تجيب ملح. استمر. البقال بينا وبينه 3 دقايق، بقالها دلوقتي 3 سنين ما رجعتش. ما دورتش عليها بعد كده؟ نكشت عليها في كل حته ما لقيتهاش، استعوضت ربنا واشتغلت جاسون على مركب، لفيت العالم واتفرجت على بلاد وتعرفت بناس وتعلمت لغات ونسيت الموضوع. نسيت الموضوع ازاي؟ انت باين بتحبها قوي يا صلاح. الخلاق القدير قوام رشيق خلقة القمر تقوي القلوب. اهلا وسهلا، مصر نورت. ميرسي. تفضلوا تفضلوا. يا قوة الخلاق القدير، يا قوة الخلاق القدير. ودي اوضة حضرتك، حاجة لوكس تليق بالمقام. مش بطالة يا ماما. كويسة قوي، ميرسي. يلزم خدمة تانية؟ لا متشكرة. قولي من فضلك افندم. في عندكم مستخدم اسمه صالح، مصلح، سلطح، حاجة زي كده؟ قصد حضرتك صلاح، صلاح ابو النجا. افتكر هو اسمه كده. ابعتولي من فضلك. وكل سرور يا يعني. اسمعي، جمدي قلبك، خلي مناخيرك لفوق لفوق قوي، تكلميه من ترتيف مناخيرك، فاهمه؟ خليكي خشنه، خليكي حمشه زي امك. امك صلاح ده جبان، انا عارفاه، يخاف ما يختشيش. ما تخافيش، خش انت اوضتك وانا هعرف اتصرف. ده عادل في مصر، بس الخوف لا يطب علينا. لا من خير، اطمني يما، عادل مش هيجي الا اذا العيله وافقت على ده كام يوم. معاكي حق طبعا، اذنك. حضرتك طلبتني يا فندم. الف مبروك. مبروك عليا يا فندم. الست جوليناز طلبتك بالاسم. غريبه، وعرفت اسمي منين؟ لازم سمعت عليك. كل شيء جايز يا فندم. حظك في رجليك، يلا بسرعه بقى اطلع لها وما اوصكش، لازم تطور رقبتنا. هيحصل. يا سيد احمد، ممنوع حد يتصل بجوليناز هانم لحسن تعبانه من السفر. متشكر. لمين الورد ده؟ اوضه 33. هاتوا عم. العفو يا استاذ صلاح. يا سيدي ما تدقش، كلنا ولا تسعى. ادي الهانم خبر ان انا جيت. حاضر. طب ميرسي اتفضلي. هانم هتقابلك حالا.
ازيك يا صلاح؟ ست ابوها؟ لا يا صلاح، قولي ناس. قولي ناس؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ هو حد بيفضل زي ما هو؟ لكن اما لكنش، انت من 3 سنين كنت كده؟ انا بقيت كده من تعب وشقايا، انا راجل. انا كمان بقيت كده من تعب وشقايا. للدرجة دي؟ اسمعني يا صلاح، اسمعني بس. اسمعيني انت الاول، القلبة السودة دي اصلها ايه؟ رحت فين؟ لما سبت البيت. لما رحت تشرب طريفة ملح. كنت عند خالتي بولاء الدكرور. قعدت عند خالتك 3 سنين؟ رد عليا، اتكلمي، رحت فين؟ رحت اسطنبول. اسطنبول؟ اشتغل. الله الله على الشغل الاسطنبولي، ليظهر الشغل كان جامد قوي. اخرس قطع لسانك، انا اشرف منك ومنية زيك كمان. كمان بتطولي لسانك عليا؟ ده انا هشرب من دمك. اوعى كده ما تمدش ايدك عليا، انا ما بقتش ست ابوها بتاعت زمان، انا جولي ناس. انت ست ابوها؟ زلط زرار مرار طويل زي الحمار. مين؟ يا نهار ابوك اسود، هو المحمل رجع؟ ايه ده يا ولي؟ ايه اللي عملتيه في نفسك ده؟ انت ايه بتعملي فيا كده الله؟ وكمان لسانك اتلوى يا مدام بلانش. مين دي بلانش؟ ست ابوها بقت جولوناز، خضرة تبقى بلانش. ارجوك يا ماما سيبيني اتفاهم مع صلاح. لا ما سيبكيش وياها، اسيبك ازاي؟ ده سوفاج. سوفاج؟ سوفاج يا قرعة. ارجوك يا ماما سيبينا لوحدنا شوية. انت مش عايزة تقولي له ليه؟ ها؟ اقول له انا بالاختصار المفيد، احنا عايزينك تطلقها. بقى الحكاية كده. ايوه يا صلاح، قلت ايه؟ يلا فالات خلصنا. يا ماما انزلي استنيني في الجنينة تحت. بقى حضرتك عاوزة تطلقي؟ ايوه يا صلاح. وعاوزة تطلقي ليه؟ انت ما بتقراش جرايد؟ خد نجاح ساحق للمطربة جولوناز. شوف، المطربة جولوناز تتربع على عرش الفن. اتفضل. مليونير ينتحر لأن جولوناز رفضت الزواج منه. مغفل، قادر على كل شيء، يخلق من الفسيخ شربات. بقيت نجمة، اتربعت على العرش يا بنتي بيعت المفتقة. أيوة كفحت، عرقت، تعبت، تعبت لحد ما كتبت اسمي بحروف من نور في سماء الفن والخلود. سماء الفن والخلود؟ ست ابوها. ارجوك يا صلاح كفايه تريقه، خلينا نتكلم شويه جد. انا دلوقتي بقيت فنانه كبيره، عايزه الانطلاق، الحفلات، السهرات، العيشه اللوكس، لكن انت لسه زي ما انت. ايوه صلاح، ما بقتش لا كرياكو ولا الطو. انا دلوقتي فوق في العلال، وانت تحت في البدرون. في البدرون، عندك حق. يبقى اتفقنا، وانا مستعدة ادفع اتعب المأزوم. النفقة مش هطلب منك، واذا كنت عاوز فلوس اديلك. اخلاص يا قطع لسانك يا جربوعة يا وطية، يلي بتعريفة بطاطا كان يفرحك جمعة بحالها. كفاية بقى، انا استحملتك كتير. وانا مش قادر استحملك ولا يمكن اعشك بعد النهاردة. هسيبك للاوهام اللي انت عايشه فيها، هطلقك بالثلاثه. وادي الدبله اهي. الحمد لله اللي طلعت. الحمد لله، بس ثابت علامه هتاخد وقت على ما تروح. معلش يا صلاح، الزمن بينسي حاجات كتير. عندك حق، الزمن. عنتري والناس. يا لهوي، اسمحي لي اتجرأ واقول لك الحمد لله على السلامة. ميرسي ميرسي شيري. ميرسي يا توا مون امور. تسمحي لي اتجرأ واقول لك مبروك؟ الله يبارك فيك. ما تاخذنيش،
الأسرة الكريمة وافقت على جوازنا. خلاص انت بقى يا صلاح يا هانم. اس ال اح بردون. انت انا المتر. انت كنت بتشتغل بارمن على المركب اوكسينا؟ مظبوط يا فندم. انت هايل، ده بيعمل كوكتيل جنان. عايز منك منتهى الاخلاص في خدمة الهند. 5 جنيه عشانك. ايه رأيك يا جولي ناس؟ ما قلنا لك مش عاوزين حاجة، خلاص تفضل بقى. امرك يا هانم. ايه رأيك يا جولي ناس هانم؟ في ايه؟ ما تأخذنيش، قلت لحضرتك الأسرة الكريمة وافقت على جوازنا. أصلها في الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي، ما كنتش متوقعها. ولا أنا. ولا أنا. تسمحي لي أقدم الخاتم البسيط ده في المناسبة السعيدة دي؟ ميرسي ميرسي يا عادل. تسمحي لي أتجرأ وأطلب بوسة؟ ماما تحت في الجنينة، مش برضو واجب تنزل تقول لها إن العيلة وافقت على الجواز؟ أمرك. تسمحي لي اتجرأ وامشي؟ اتفضل اتفضل. ميرسي. اهلا اهلا. بقى الحكايه كده، ما تخافيش انا هتفرج على الخاتم بس. خاتم سولوتير. لك حق ترمي دبلتك احيانا، وانا اللي فضلت لابس دبلتك لغايه دلوقت. كان عندي امل انك هترجعي لي في يوم من الايام. كل شيء اسمه نصيب. يعني هتتجوزي عادل بيه؟ ايوه. امال انا بقى ايه؟ شربت خرج؟ مقطف؟ الله، احنا مش خلاص اتفقنا على الطلاق يا صلاح؟ عاوزه تبقي جولناز هانم مرات عادل بيه، تنحشري في العائلات الكبيره، تقعدي في العلالي وتدلدلي رجليك على مخاليق الله. بس في مانع بسيط، الهانم متجوزه ومال جوزها ده راجل شخشيخ رباط جزمه، ضحكه في لعبه تطويل. لكن ده بعدك، الدبله هي مطرحها، انت مراتي شرعا وقانونا. اخص عليك راجل ما عندكش كلمه. اخص عليا 1000 مره ان ما كنت اسففك من تراب الارض. انا هرجعك تاني ضرب العجانه. هتقعدي على طشت الغسيل، هتدعكي الحلل وتمسحي البلاط يا جولوناز هانم. اللي ما يشتري يتفرج يا صلاح، ده انا ست ابوها والاجر على الله. صح النوم يا ست ابوها، ولا صلاح ابو النجا على سن ورمح. هيك يا بنتي خضرة. ارجوك يا شكري، مش عاوز حد يعرف انها مراتي، ده سر بيني وبينك. المهم انت لما قابلتها حصل ايه؟ عاوزه تتطلق، الست بقت في العلالي وانا لسه في البدرون. عدم تكافؤ يعني. قسما براس امي وغلاوتها لاكسلها مناخيرها وزلها. يا صلاح يا حبيبي، كل ده في ايدينا، بس بالقانون. اكتب لي انت توكيل وانا جرجرها لك لحد بيت الطاعه. بيت الطاعه؟ بس ما تهورش. ما تهورش ايه؟ بالقانون بالدراع لازم اطلع على جدتها البلا. صلاح. ايوه فندم. يلا بسرعه. على فين؟ جولناز هانم طلبتك انت عشان تقوم بخدمتها في المؤتمر الصحفي. هي بنفسها؟ ايوه. ده شرف عظيم قوي. بختك من السما. ما هو باين. الله يرحم طرحة أمك. ميرسي يا واطي. اقف بعيد شوية لما عوزك هندهلك. حاضر. حداله حداله. إصالة عن نفسي بالنيابة عن زملائي وباسم الجرائد والمجلات التي نمثلها. اسمحي لي ايتها النجمه المتلألئه والكوكب الساطع. هو بيقول ايه؟ والفنانه الاصيله، ان اقدم لك الشكر الخالص لقبولك عقد هذا الاجتماع الصحفي الذي كنا ننتظره مع عشاق فنك الرفيع بفارغ الصبر
وعلى أحر من الجمر. اتكرم الهانم تقول لنا هي اتولدت فين؟ في سرية بابي في سيدي بشغة. فين؟ انت مالك فلط؟ اسكندرية فلط. لا مؤاخذة يا فندم، أنا افتكرتها هنا في باب الشعرية. دي شعرية، أنا مش فهمت الشعرية. شعرية يا فندم شعرية. وأين تلقت النجمة العظيمة تعليمها؟ أنا تعلمت في مدارس فرنساوي، خرجت من المرد ديير على البومباستير على سانت هيلانا على طب العجانة. ايه ده يا عصير برتقالي يا فندم؟ انا ما طلبتش عصير برتقال، اورانجيا يا فرنساوي. ميرسي. يعني نقدر نعرف الشهادات اللي خدتيها حضرتك؟ يا خساره، حبي للفن خلاني اسيب الكوليج. بتعمل ايه؟ اصل في زبون نفسه غم عليه عادلاله. قولي هل هي متزوجة؟ ومن هو سعيد الحظ؟ متزوجة؟ الحقيقة أنا لسه مدموزيل. خرب بيتك مدموزيل. ولسه الأنسة ما فكرتش في الجواز لحد دلوقتي؟ في الحقيقة فكرت، لكن رغم اني فنانة لازم اللي هتجوزه يكون في مستوى عيلة بابا وعيلة ماما. فيش. فنجان قهوة يا جمعة. حاضر يا فندم. يا سلام على الست جويناز هانم دي، أجمل من الجمال. أيوة. جمال تركي أصيل، أميرة بنت أمير. أمال. نعم يا باشمهندس. أيوة يا صلاح، أميرة من أمراء تركيا. وإيه اللي جابها هنا؟ يمكن ليها قرايب جاية تشوفهم. قرايب في ضرب العجانة. عجانة إيه يا صلاح؟ أنت بتخرف. صلاح عنده حق يا إخوانا. الست دي أصلها من هنا، وكانت عايشة هنا ومتجوزة هنا. مظبوط. البيبي اتكلم صح. وبعدين سابت جوزها وهربت على تركيا. ما هربت على تركيا ازاي اذا كان اصلها مولوده هنا؟ اشرب انت يا بيه. ايوه جوزها ده يا سلام كان راجل ولا كل الرجاله. ايوه اتفضل يا بيه. كان راجل عديم الكرامه، ما عندوش شرف. اللي هو مين؟ جوزها. جوزها؟ انت مش كنت تسمع عن عصابه دقبها سرقه البسكليتات من الشوارع؟ ها؟ اهو جوزها كان رئيس العصابه دي بتاعت البسكليتات، ومره سرقوا فيسبا، وكان يضطرها المسكينه كده انها تجيب له فلوس بطرق طرق ايه؟ ما تفهم يا اخي وخليك نبيه بقى. افهم ايه؟ بطرق غير شريفه يعني. غير شريفه؟ انت تعرف جوزها؟ شفت جوزها؟ انا لا شفته ولا اعرفه. امال منين جبت الكلام الفاضي ده؟ حكايات سمعناها من ناس. ناس مغفلين، ناس ما يفهموش. يا اخوانا افهموني كويس، دي اميره بنت امير. ايوه، وامها كمان اميره. ايوه الاميره خضره. خضره؟ ايه ده؟ امضي يا استاذ انت، ده توكيل. اميره البنت بياع البليله. يا استاذ صلاح، ولناس هاني مع التليفون. روح رد عليه. ها؟ الو؟ ايوه حاضر يا فندم، حاضر. ماما ادخل انت اوضتك. ماما ادخل انت اوضتك. حسبي منه ده زي الديب السحلاوي. خفيش، انا عرفت الطريقه اللي هخلص بيها منه. طب يا اختي اما نتفرج. خشي يا دخلة. ادخل. يعني لازم تخبط قبل ما تدخل؟ اصول ادب كده يا فندم. من امتى بقى يا سي صلاح؟ الله، انتوا بتقولوا بقيتوا ناس اكابر، ناس اعاظم، جاتكوا نيله. بلاش هزار يا صلاح، اقعد اقعد نتكلم برواق. انا بعت لك عشان نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ على مساله طلاقنا. طلاقنا؟ مين قال لك ان انا عاوز اطلق؟ انا كده مبسوط قوي.
لكن انا مش مبسوطة. خلاص اتفلقي عض في الارض. اتفلق؟ اخص عليك يا صلاة، خاف من ربنا، انت ما عندكش ولاية. ده انا وليا غلبانة ومكسورة الجناح، واللي يجي عليا ما يكسبش. يخونك العيش والمال. يا بلاش سيرة الملح دي. صلاح صلاح يا حبيبي اعمل معروف. ايوه يا اختي اشتغلي اشتغلي، ما بقتش اكل من الكلام ده. يا رقم يا ابن القروبة. افهمني بس يا صلاح افهمني، افرض انك انت اللي بقيت في العلالي، افرض يعني انهم عملوك وزير. وزير؟ وايه اللي يخليهم يعملوني وزير؟ افرض يا اخي افرض، تقبل ساعتها وانت وزير ان مراتك تبقى ست ابوها، بنت بياع البليله وبتاع الفجل كمان؟ ليه لا، ما دام الوزير بيحب بنت بياع البليله، الحب لا عيب ولا حرام. ده كلام روايات ما يخشش العقل، ما صدقوش. ليه؟ هو اللي بيختني ده بيعمل عملية يشيل بيها قلبه؟ هو ايه، مصان اعور؟ ده قلب، قلبي عدمة القلب. طوعني يا صلاح، هتندم، هشنع عليك، هخليك فرجة. تشنعي ما تشنعيش، مش هطلق. مش هطلق؟ يعني انطلق عليك عفريت يركبك ويهز رجليه يا مفتري. طب اسمع، تاخد كام وتطلق؟ كام يعني ايه؟ حاجة زي كده. قول قول ما تكسبش. وكسف ليه؟ كل شيء بتمنه. تسيب مراتك بكام؟ تسيب أمك بكام؟ عملية تجارية. هدفع لك 500 جنيه. يا شيخة بلاش عبط. 600. ايه احنا بنبيع بليلة؟ أنا عايز أخلص. خلاص افصلي كويس، أنت ما بتنزليش السوق. هدفع لك 700 جنيه. يا ستي اعملي معروف، ما تضيعيش وقتي. 800. لا ده انت باين عليك مش عايزه تشتري. يا سافل يا منحط، لقيتها فرصة عشان تنهب فلوسي. اباحة وطولة لسان. لا، بين البيع والشراء يفتح الله. فلوسك في جيبك، ورقة الجواز في جيبي. سلام عليكم. استنى هنا، ده انا بيع هدومي عشان اخلص منك. هديك 1000 جنيه. معاك قلم؟ اتفضلي. ايه ده؟ بقى عندك دفتر شيكات؟ ابوك الله يرحمه مات ما كانش عنده دفتر بفرة يلف فيه الدخان. من فضلك ما تقلش ادبك. حاضر يا جوليناز هانم. خد. يا سلام، 1000 جنيه. انا لو قعدت اشتغل 10 سنين ما كنتش اقدر احوش نصهم. ده انت لقطة. بالألف جنيه دول كنت اقدر اشتري دستة رجالة. مش كل الرجالة. انا ما تقدريش تشتريني بفلوسك. يعني ايه؟ بترفض؟ ارفض مليون جنيه. الذهب اللي في الوجود كله ما يشتريش ضفر من صباع رجلي يا جوليناز هانم. اتفضلي. بترفض 1000 جنيه؟ جاتك 60 نيلة. 1000 جنيه وهتعرف تعدهم؟ وعرفان منهم يا سمو الاميره خضرا. يا اخي عارفه لما تقرفك يا صلاح يا ابن خدوجه. قسما براس عمي لبيب في تربته، ان مسكتي هخبطك خبطه اقتلك فيها. اتفضل اقتل، ما انا قدامك اهو. ما تقتلني، اقتلني. ابعدي عني. موتني يا بابا. ابعدي عني. ابعدي عني. الجوازه في ايدي انا، انا اللي اقول ايوه وانا اللي اقول لا. باردون، تسمحي لي اندهش واسال، في حد جوه مع ماما؟ كل حاجه بالخناق الا الجواز بالاتفاق. جواز؟ جواز ايه؟ باردون، مين جوه؟ عادل اسمع. لازم في حاجه مخبياها عليا. ايوه. ما تقولي يا حبيبتي مكسوفه من ايه؟ ما هو اصلا انا وراك طول العمر. ايه بقابلني؟ تسمحي لي اتنرفز واقول لك انا مش مغفل. ده صوت راجل. ايوه صلاح. صلاح؟ صلاح عاوز يا ايوه عاوز يا عاوز يتجوز ماما؟ ها؟ عايز يتجوز ماما؟
ايوه عايز يتجوز ماماه. ولا سربرايز. يا مراتي يا حبيبتي يا مراتي. بشرفي انا فرحت قوي لماما، بس انا خايف ليكون صلاح ده تمام في فلوسها، حاكم الصنف ده يتخاف منه شويه. لا ما تخافش، انا متاكده انه بيحبها لشخصها. برافو ماما. تعالى يا جوجو نبارك لهم، نقول لهم مبروك. نبارك لهم؟ طبعا نبارك لهم، ما هو ضروري نخش نبارك لكم. نبارك لهم. تعدي لبنتك تروح في داهية. برافو ماما، برافو. انا عايز اقول الف مبروك يا ماما. بارك الله فيك يا روح ماما. مبروك يا صلاح. عقبال عندكم. ميرسي ميرسي صلاح. بحبك. سيبني بقى، ما اقدرش. بحبك بحبك. ايه حبك؟ ايه السعد والهنا يا روحي. منظر بديع، تريشيك. صحيح الحب بيعمل معجزات يا جوجو. يا استاذ عادل، لو تعرف انا بحب الهانم قد ايه. لا ما هو واضح قوي يا صلاح، واضح خالص. ثلاث سنين وانا مستنيها على نار، ليل ونهار بفكر فيها، امتى اشوفها تاني، امتى ترجع. على كده العلاقه دي من زمان يا صلاح. من زمان قوي، من ايام ضرب ال سالوتي شيرين. جراتسي. قلت لي من امتى يا سيدي العلاقه؟ من قبل ما نسافر اسطنبول. وطول المدة دي وانت ساكت يا صلاح؟ ساكت ايه بقى؟ ده انا ياما دورت عليهم في كل حتة، ما خليتش لا حي ولا شارع ولا حارة ولا اتاريهم. هما في اسطنبول وانت حمار. باردون يا صلاح. باردون ليه؟ حمار. صلاح كفاية بقى حبيبتي. مش قادر يا حبيبتي، مش قادر اوصف الحرمان والظلم اللي انا شفته وانت بعيد عني. ثلاث سنين وانا بفكر فيكي، اكل لوحدي والبس لوحدي وانام لوحدي. مش معقول، مش معقول. ده غرام تريفور، تري اوريجينال. شايف الحب يا جوجو؟ شايف الوفاء والاخلاص؟ كل ده تعمليه فيا وانا ساكت؟ صلاح يا روح صلاح، يا حته من قلب صلاح. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اختشي صلاح. ابدا، انا لازم اتجوزك علشان اطفي النار اللي في قلبي. اختشي. مش دلوقتي. لا دلوقتي. مش دلوقتي. ابدا دلوقتي. بعدين صلاح. لا دلوقتي. لا لا، مش معقول. دول فتحوا نفسنا للجواز خالص. واحنا امتى بقى يا بوبو؟ احنا بعد ماما تتجوز على طول. ايوه، نتجوز احنا وانتوا في ليله واحده ونعملها مرابعه. اكسلنت، عن اذنكم. بتضحك؟ كسرت عظمي. ده هيتكسر عظمك. هتجوزك يا وليه، الله ينكد عليكي. كنايل كده برضه تجوزيني القعده عدويني؟ تتجوزيه ازاي يا ماما؟ ده انت حماته. حد يتجوز حماته؟ ده كان يتحبس كده. طب اتجوزه بقى عشان يشرف رمضان. ما احنا هنشرف سوا حدايا. انت واخد المساله هزار. رمضان السبب يا حلوه. طب اتفضل من غير ما ترد. لا انا مش لازم من هنا. يعني ايه؟ مش عاوز تمشي؟ انا قلبي عليكو، خايف لعادل بيه يكشف المساله ويطير من ايديكو. ما هو انت ما كنتش هتنزل بالذوق، انا هطلب المدير يعزلها غصب عنك. هتعمل ايه؟ هطلب لك المدير عشان تقولوا تعالى ترد جوزي من هنا. يا حلوة يا عروستي، يا غزال يا غزال. حيوان حيوان. مأذون. ايه رأيك في المفاجأة اللطيفة دي؟ مفاجأة حلوة قوي. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل. انت فكرك انك وقعتنا في مطب؟ اهو المأذون وصل. اتفضل اتجوز ده عشان تروح في داهية. عال عال عال. هتفرحوا قوي. جبت لكم الشيخ مأذون. مبروك يا مامي، مبروك يا صلاح. اتفضلوا. ايوه بس استنى بس ما اقول لك. استنى صلاح. عاوز اريح ضميري واقول لك حاجات مهمه جدا قبل يعني ما نبقى نسايب.
صلاح حبيبتي ما فيش لزوم. ما فيش لزوم ازاي؟ لازم تعرفوا كل حاجة عني ولا ايه يا اكسلانس؟ ما فيش برافو لزوم برافو برافو. صلاح ازاي؟ ده جواز مش لعب. شوفوا بقى، انا من ضرب العجانة. عجانة؟ دي ضرب العجانة يا ولية. ضرب العجانة دي حي صغير عندنا في مصر. زي اسطنبول يعني. تمام يا فندم تمام. وابويا الله يرحمه كان تاجر، تاجر كبير قوي. تحب تعرفه كان بيتاجر في ايه؟ لا لا ما فيش لزوم صلاح. ما فيش لزوم ازاي؟ ابويا كان تاجر قمح، قمح مبلول. مبلول؟ بليله يعني بليله. كويكر. امي كانت بتبيع مفتقة. خليك في البليلة احسن. وماله يا صلاح، اي شغلة شريفة مش عيب كده. انت تعرف مفتقة يعني ايه؟ طبعا مفتقة يعني هدوم مفتقة مقطعة. لا ده انت قفل قوي. باردون. يعني انا فقير قوي. وماله الفقر مش عيب. تسمحوا لي اتجرأ واقول لكم شيخ مأزوم بيستنانا. اتفضلوا. اتفضلوا. اتفضلي. اهلا 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 بعروستنا. اتفضلي يا عروس. العروسه اهي دي. اتفضلي يا والدتي. حاضر يا جدي. هو فين العريس؟ ايوه انا اهو يا استاذ. اسمك يا عروسه. اسمي خضرة حسبه. سامع؟ خضرة حسبه. حسبه؟ ايوه حسبه. اسمي شيك اوريجينال حسبه. وعذراء يا ست خضرة ام سبق لك الزواج؟ عذراء ارملة وجوزها الله يرحمه مات. الله يرحمه بقى. يا اخوانا الحكايه قلبت بغم. من اجل الجواز لبكره يا ابني. الحي ابقى من الميت وخير البر عاجله. فين شهاده وفاه المرحوم يا ست هانم؟ فين الشهاده؟ شهاده ايه؟ شهاده وفاه المرحوم. دي في اسطنبول. يبقى باظت الجواز. باظت ليه؟ لا يجوز قانونا او شرعا عقد قرانك يا ست هانم قبل الاطلاع على شهادة وفاة المرحوم. مش جايز يكون عايش. ومعقول جوزي يبقى عايز؟ معقول جدا. ودي جريمة فيها حبس. حبس؟ دي خسارة. انا اسف يا صلاح. I'm very sorry. انا اسف يا ماما. تري باردون. لغاية ما تيجي الاوراق والشهادات من اسطنبول نتجوز احنا. شيخ مأزون أفندم. تفضل. على بركة الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأوراق جاهزة؟ دول مش زينا، دي أوراقهم جاهزة خالص. اسمك يا عروس؟ اسمها جوليناز هانم. اسمك؟ أيوة اسمي ست. ماما ايه الخبر يا شوي؟ مالك يا ماما؟ عادل مش ممكن نتجوز ماما بالحالة دي. مية هاتولنا مية يا ناس. مية يا مية. شيخ فضل بعدين. شيخ بعدين يعني ايه؟ مفيش جواز؟ مفيش بعدين جواز. لا بعدين. ماما هنزلكوا هنزلكوا الميه اهي. الميه اهي يا ست الميه اهي. هوب يلا فوقوها بقى فوقوها. ماما عندك يا ماما. انا خلاص قررت ابطل السيجار يا صلاح. بيتعبني جدا فعلا. السيجار بيتعب الصدر. لا مش صدري، دراعي. دراعك؟ ايوه. طب ما تبطله. مش قادر يا صلاح. اليومين دول انا زعلان قوي. ليه يا استاذ عادل؟ بقالنا مده مستنيين شهاده الوفاه. باردون انت ومدام حسبو عطلتوا لنا الدنيا. اشرب الشاي يا ابره. قول لي يا صلاح من فضلك. افندم بصراحه اذا سمحت. اسمح قوي. انت باردون بتحب مدام حسبو؟ بصراحه اذا سمحت انا ما اقبلهاش. امال هتتجوزها ليه؟ فلوسها يا اكسلانس.
انت هاير في صراحتك يا ابو صلاح. انا برضو ما كنتش متصور انك تحب دي. تليفون عشانك يا استاذ صلاح. حاضر. عن اذنك يا اكسلانس. بليز. يا استاذ صلاح. ميرسي. الو. ايوه يا شكري. برافو عليك. طب مع السلامه حبيبي. بالسلامه بالسلامه. هاي هاي هاي. اه صلاح وحشت. وحشت؟ يس اي ميست يو. اه وحشتك. ثانك يو. كم ويز مي فوق. ما اقدرش انا عندي شغل ورك. انا هستناك في الجنينه في الجاردن. اوكي باي باي. باي 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 مستر فرينك. ايه ده يا صلاح؟ انت ناسي ان خاطب مدام حسبوك؟ لا ودي حاجه تتنسي انما حضرتك شايف 7 مليون دولار بيتمخطروا على الارض. لكن انت خطبت خلاص يا صلاح. وماله 7 مليون دولار يبوظوا اجعص خطوبه. بصراحه اكسلانس دي اغنى من مدام حسبوك. لا اسمح لي بقى باردون. اسمح لي انت بقى باردون. انت مش بتحب الصراحه. ده صحيح. هاتيني قلتها لك بالمفتوح. عن اذنك. افهموها بقى افهموها. من فضلك اديني جناح قولي ناز هانم. قول ناز هانم في حمام السباحه. ميرسي ميرسي. كويسة؟ ليه؟ باردون يعني ممكن تتحمل صدمة عاطفية؟ ايه الحكاية فهمت؟ صلاح طلع ثابت قوي. ازاي؟ صلاح على علاقة بواحدة تانية. ايه؟ واحدة تانية؟ ايوه. اخص عليها وعلى اصله. ودي مين دي العرق الشرشوحة اللي فضلها على ماماه؟ شرشوحة؟ دي مليونيرة امريكانية. مليونيرة؟ شكلها ايه المليونيرة دي؟ حلوة؟ بصراحة حلوة. صغيرة؟ قطوطة. طويلة ولا قصيرة؟ باردون ايه لازمة الأسئلة دي؟ لا أبدا، أنا بس حبيت أعرف يعني هي أحسن من مموفتي. أهي البلوند اللي لابسة المايو هناك. إخي صلاح ده ذوقه بلدي خالص. بقى المعصعصة دي مليونيرة تبين عليها ما بتاكلش. عادل قوم هات صلاح، لازم نفسخ خطوبة ماما حالا. بس أنا خايف ماما. ما تخافش أنا هعرف أتفاهم معاها. أمرك. ولا عالي يا صلاح، بتحب مليونيرات يا رد الخمامير. صباح الخير يا هلا. انا تحت امرك. تسمح تقول لي ليه سبت ماما؟ وليه كنت بتخدعنا وتقول بتحبها؟ والله يا فندم انا كنت بحبها حب فوق الوصف، لكن بقى الدنيا علمتني اني ادوس على قلبي عشان الفلوس. ازاي الواحد يضحي بحبه عشان الفلوس؟ والله يا فندم انا كده. خدمه تانية؟ لا ابدا، بس احب افهمك ان ماما من النهارده مش خطيبتك. كتر الف خير. عادل انا عايزك تراقب لي تصرفات صلاح مع البنت المثال واعي دي. بيسهروا فين؟ بيتقابلوا فين؟ ليه؟ طبعا علشان انتقم لماما.
الحته اللي معادي دي مريشه قوي. انت شايف الانماط لما تجرب. اسمحي لي مدام. ده معزك نرقص نرقص. ممكن تكون متجوزة. ليه بقى؟ لو كان ليها راجل كان لمها. انت مالك انت يا جدعان؟ اقعدي محلك. ايه ده يا صلاح؟ اتكلم تراجل. جاتك ست النيلة. اتكلم يا وليا قرعه. صلاح اسمح لي اقول لك انك زودتها شوية. وانت كمان. أنا مضطر أسجنك. أنا هتسجن في سجن الرجالة لكن أنت في سجن النساء. أه يا ستات ولابسين بنطلونات. قولي ناس ماما أنا آسف جدا أنا مضطر أتهور. حضرتك قليل الأدب. وليه يا ابني بس التهور ده؟ ليه كده؟ علشان أنت أصلا علشان أنت ودوقته اسبرين. يم استاذ عادل. استاذ عادل شو هاي نفسك انت ايه؟ طب انزل. بتخانق معايا انا يا صلاح؟ انا يا صلاح هتلين. حطك بعافيه يا اكسلانس.
أظن يا ماما بعد اللي حصل ملناش قعاد هنا. وهتعملي إيه بعد ما عادل عرف الحقيقة؟ هيرفع قضية لعدم التكافؤ، ومصمم برضه إن هو يتجوزنا. أي ضربني إن شاء الله تجيله ضربة على راس قلبه. كمان نفسي ومنى عيني كان يترقي حتة حلقة زي نقش الحنة. وديني عملت له محضر في البوليس هينفعنا في قضية الطلاق. ده لازم عادل، افتحي له يا ماما. حاضر. شاويش اهو كده عشان تحرم تمد ايدك على اسيادك يا دون. قولي ناس اتفرجي. تستاهل. اتفضل يا شاويش، اجيب لك قهوة، اجيب لك شاي، اجيب لك كوكا كولا. اسم الست قولي ناس. حاف كده قولي ناس هانم. ايوه. والست خضرة هانم. خضرة هانم. امال فين ست ابوها؟ ايوه ست ابوها. قدامك يا شاويش. هي دي؟ من فضلك قدامي. لا انت تاخده هو الاول. لا يا فندم انت الاول. انت عارف بتكلم مين؟ بكلم ست ابوها لبيب الصدر ضدها حكم طاعه من محكمة الظلام الشرعي. حكم طاعه؟ عملتها يا بوز الاخس. انا هحصل لك تحت يا شاويش عمال ما تلم هدومها. يهد حيلك يا صلاح يا ابن خدوجة. فينك يا عادل بيه؟ اوعى من فضلكم مفيش وقت. اذا ممكن بس يا شاويش يعني تستنى شوية لحد ما يجي خطيبي. ايه خطيبك؟ ايوه خطيبك. وانت على ذمة راجل تاني؟ انت فاكراني ايه؟ ضايق عصافير؟ لا ما تقصدش يا شاويش. اسكت انت. سكت حسك. اتكلم انت. يعني قصدي اقول ان لا ممنوع القانون بيقول كده. ايوه دي قصدها انت. ايه ما عندكش ما عندكش ولا يا اسكتي انت بقولك. جاتك النيلة. تعالي يا بنتي نلم هدومنا تعالي. اوام طيب يلا مفيش وقت. ها بونجور عسكري. شاويش عايز ايه؟ باردون انا خطيب قولي ناس هانم. خطيب ايه؟ خليه يدخل يا شاويش. ممنوع منعا باتا. ليه بس يا شاويش؟ اسكت انت يا اخويا. خليك سهل امال. اسكت انت. لو كنتي قلتي لي من زمان انك متجوزه كنا لقينا حل. يعني ايه؟ يعني هروح مع بيت الطاعه؟ باردون ده حكم المحكمه يا جو. لكن انا مش ساكت. انا جبت اكبر افوكاتو عشان اترفع في قضيه الطلاق. اطمني. اعمل معروف يا عادل اعمل معروف. ما تخافيش ما تخافيش. ممنوع القانون بيقول كده. ده فعل فاضع دي. باردون يا جوجو. مع السلامة. اصلي يا شيخ. اسكت انت. ما هو اسكت انت. انا كلمت. اسكت انت. ولا فتحت بقى. اسكت انت. قلت لك اسكت انت. اسكت انت. اسكت انت. بالامس قبل القيلولة قد قلت القائم بالخدمة في القاتل مقابل للقاعة القبلية قدام القرطاشي يقضي لي قواعد. اعمل معروف. ابعد عني دلوقت. كيف يا صلاح افندي كيف؟ بالامس قبل القيلولة قد قلت. يا خبير. اوه تسمحي يا جولينا هانم تمضي لي على من فضلك. مفيش لا اوتوغراف ولا فونوغراف. ايه ده السفاش؟ موافق. هتركب الحنطور زي ما جوزك عايز تعمل. اتفضل. هتقعد فين؟ جنب بنتي. انا اللي هقعد جنبها علشان اتحفظ عليه واسلمها بيت الطاعي. ايه الاوامر كده؟ وانا قاعد فين؟ مش شغلي. يلا يا اسطى. ماما كرة كرة يا اسطى. ايه
ولا رجالها؟ انت ورانا وراني. اسكت انت. فتح على روحك يا عم لبيب. هو مين اللي مدفون هنا؟ محدش مدفون هنا. ده كان راجل طيب اسمه عم لبيب بيبيع بنينة في الحتات. الست دي جابت خبره. ليه؟ لا هو انا عزرائيل؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفتح يا رجالي. فتح الفتح. ما انا بقراها في سري. قلنا الفتح. انت خليتها ليه يا ست؟ فاضل عندكم صلاح وست ابوها. اتفضلي يا جوليناز هانم. رايحه فين؟ رايحه ونس بنتي في وحدتها، رايحه اسليها في وكستها. يا شاويش، الحكم اللي معاك بيقول ان حماتي تطلع بيت الطاعه؟ لا، ما بيقولش كده. خلاص شوف شغلك. بنتي يا شاويش. اسكتي. اشوفها والنبي. اسكتي انتي. اعمل معروف والنبي. اسكتي انتي. حرام عليك، انت مالكش حماه. ليا اتنين، وقعت عالتنينهم. تعالي معايا، تعالي معايا يا ست خضرة. يا دار ما دخلك شر. شر يعني انا شر؟ ما اقصدش يا اختي، ده صلاح جدع طيب دلوقتي يروح. تعالي. 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 اشوف بنتي. تعالي هتشوفيها يا اختي. بنتي حبيبتي يا ترى هيعمل فيها ايه؟ ترابيزه سفره واربع كراسي. سفره واربع كراسي وسجاده عجمي اهي. سجاده عجمي وبوفيه. وبوفيه ومرايه. ومرايه كنبه اسطنبولي من اسطنبول. اسطنبولي من اسطنبول. حاجه معموله خالص. حضر معايا بقى على اوضه النوم. اتفضل. صلاه النبي احسن. ده انت مبحبحها قوي. الشقه زي ما هي مقفوله من 3 سنين، لا قادر اسكنها ولا قادر افرط فيها. اتفضل بقى مدرنا باستلام الست. شكرا. صنف نمرود ما يجيش الا بكسر انفه. متشكرين يا شباب. السلام عليكم. مع السلامه. أنا هعيش هنا؟ طبعًا. مستحيل. الشرع بيقول كده، أنا ما جبتش حاجة من عندي. وإيه اللي هيقعدني؟ هتقعدي يا جوليناز هانم. دي لما تنطبق السما على الأرض. كده؟ يا شاويش! إيه ده؟ هتعمل إيه؟ هجيب لك الشاويش يفهمك. حاضر. حاضر يا صلاح. إعمل ما بدالك. أيوه. أنا عاوز الشقة دي زي الفل بعد ساعة. حاضر. يلا. بنت حبيبتي ستي كده كده يزلك صلاح ابن خدوجة. معلش يا أختي، شدة وتزول يا ست خضرة. آه يا حبيبتي يا بنتي. يا ترى عاملة إيه دلوقتي؟ قاعدة ولا واقفة؟ صاحية ولا نايمة؟ جعانة ولا عطشانة؟ بنتي بنتي والنبي بنتي. صلاح أمير وابن حلال. أمير وابن حلال والنبي يا أختي. قطع قطع زي الورقة والدرة في الهوا. خدي خدي والنبي خدي اشربي فنجان القهوة ده روقي دمك. لا مش عايزة. هاتي أنا هشرب. خدي يا أختي. بس رجل نازلة على السلم. هل نشوف مين؟ اللهم اجعله خير. اهو جشع. اما اطلع لها بقى. ست ابوها. ست ابوها. الله. ست ابوها. ما بتردش ليه؟ الحقيني يا ست بمبة. موتها خلاص. مالك يا اختي؟ افتحي يا حبيبتي. مش قادره ياما. قافل عليا. قافل عليكي والنبي لكسر الباب. ارجعي يا اختي ارجعي عشان حدك تعدلي يا حبيبتي. انا دمت امال اسيب بنتي لوحدها محبوسه؟ طب استني لما يرجع. يقف طرد اتقطمت رقبته ولا ارجعش. اسيبها جوه لوحدها محبوسه؟ مش قادره يا ماما. حطها
والنبي لموت نفسي. الحقوني يا اخواتي البنت هتموت نفسها. ايه يا روح امك جعانه اجيب لك حلاوه؟ ماليش نفس. ينكسك يا صلاح يا ابن خدوجه قليل الاصل من يومك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هات لنا بقرش وتوصل. اهو جه. طب روح انت يما. دستور. دستورك معاك يا اخويا. صلاح. ايه في حد هنا بينده؟ انا يا ابني. نعم. بنتي يا سي صلاح بيه. بنتك في شقتها. اشوفها والنبي. ممنوع. قومي وضبي الاكل. ايه ما بتسمعيش؟ طب سكت امك. تعالي كلي. شبعان. كفته وكباب وشويه ترش يفتحوا النفس. شبعان. طب خدي شويه ترمس السلي بيه. ما بحبوش. دلوقتي ما بتحبيش الترمس بقى كخه. خدتي على الفستق يا جلناز هانم. حرام عليكم افتحوا لي الباب اشوف بنتي. ما سكت امك. الرحمه يا نال. ما تسكتي بقى يا ماما. اسكت والنبي. ايه يلا 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 يا وليه كاتكو داهيه. ما قلت شبعانه ليه؟ تعالي هنا تعالي. خشي خشي جوه. خدي البسي ده. ايه ده؟ قميص النوم بتاعك ولا نسيتيه؟ مش هلبسه. هتلبسيه يعني هتلبسيه. انت عاوز مني ايه؟ عاوز بوسه. مش ممكن. الشرع يسمح لي بكده. الشرع يسمح لك تبوسني غصب عني؟ واعمل كل اللي انا عاوزه. هات بوسه. اتفضل. بنفس. اهو. ماليش مزاج. ست ابوها اسمعيني كويس. انا مش جايبك هنا علشان اذلك. انا جايبك علشان اقول لست ابوها الكلام اللي ما قدرتش اقوله لجود ناس في اللوكاندا. احنا دلوقتي في بيتنا. انا زمان كنت بحب ست ابوها البسيطة، ام قلب طيب، ام نفس قنوع. لكن لما تنقلب ست ابوها وتبقى جوليناز هانم المغرورة اللي ما يهمهاش في الدنيا غير المظاهر، جوليناز دي ما تدخلش ذمتي ولا بمليم. هبيعها رخيص قوي وابقى انا الكسبان. يا جوليناز هانم انت طلقة. بنتي حبيبتي عمل فيك ايه؟ طلق. والله بركة. ألف بركة سبع بركات. الحمد لله يا ربي. لا حول الله يا ربي. يا اختي بلوى وانزاحت. لا بس يا خالتي خضرة هي كانت عايشة في نار يعني. دي كانت متهنية معاه. والست مننا ملهاش غير راجلها برضه. وسي صلاح راجل طيب وابن حلال وسيد الرجالة اللي في الحتة. ويا اختي سيد الرجالة اللي في الحتة. اصلك خايبة ما شفتيش الا الرجالة اللي في الحتة مش سام. لا 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 لا
بعدين. يلا هات انت هو يا ايه ده؟ مش كده المبار؟ مش كويس كده، مش كويس. من فضلك فين بيت صلاح ابو النجا؟ اهو يا فندم. دي ايوه هو ده. متشكر قوي. يلا يا راجل يلا يلا يا يلا. مش كده المبار؟ كم سبرينج يلا. اهو ده شربات طلاقها، عقبال بقى شربات جوازها. انا نازله تحت يما. طيب يا بنتي. جود مورنينج مس خضرة. اهلا مس السفرة. سيت داون. اهلا وسهلا، تعال. بونجور طنط. ايه الاخبار يا طنط؟ مامتك دعيالك طلقها وراح يجيب المأذون. يلا هادي انت هو يا خلاص. يلا سيد اقول لابوك. وانت يا بنت السلية برضو؟ طب يلا على البيت. فين جوليناز؟ عايز اشوفها، عايز اهنيها. لا مش دلوقتي، لحسن يحرم ما يطلقش. انزل دلوقتي لحد ما يطلع الورقة رسمي وبعدين ابقى تعالى. Let's go please Mrs. Spring. No I must see صلاح. Where is صلاح؟ صلاح يا اختي جو جبت مأذون عشان طلقيه جوليناز. بعد ما طلقيه انت جوزيه. Understand it? No. الظاهر عليها ما بتعرفش انجليزي، فهمها بالعربي بقى. Well Mrs. Spring, it's a good news for both of us. صلاح divorced Gulinaz. Oh, so صلاح will be mine. And Gulinaz will be mine. صلاح darling. Hello Miss Spring. My love, my dream. خدوا بالهداوة خلينا نخلص. أهلا أستاذ صلاح. أهلا بيك. أنا خلاص هطلق. مبروك. مبروك عليك. وعليك. وأنت مالك وماري؟ هتجوزني على كيفك؟ أبويا خالي عمي ولي أمري. إيه ده يا صلاح؟ أنا مش قادر أفهم إيه اللي منرفزك بالشكل ده. تسمح لي؟ تسمح لك جرة وأقول لك إن دي قلة ذوق؟ جاي في بيوت الناس لائحم ولا دستور؟ مستعجل أوي على رزقك؟ هطلقها، هطلقها بالتلاتة. هي راحت فين؟ جوه. ما تخرجي يا أست جوليناز. يا جوليناز هانم يا نجمة ملعلعة في سماء الفن. بتندهلي يا أستاذ صلاح. أنا لميت عليك اليمين وجاي أسلمك ورقتك. أنت لميت اليمين على جوليناز. أنا مش جوليناز، أنا ست أبوها. أيوة يا سي صلاح، ست أبوها، نجمة ملعلعة، لكن في بيت جوزها حبيبها. تلبس له فستان رمش العين ومنديل بويا ياكل من الكبير. أعجب. What is he doing? بيطلعها. قطعك ست النيلة. طول عمري اقول عليك غبي، محدش مصدقني. شوية ملح يا ناس ناخد بيهم عن الشيطان. انزل اجيب ملح يا سي صلاح. لا الا الملح. انزل انا اجيب الملح يا جوز بنتي. انت مع الف سلامة. صلاح اسمحوا لي اتجرأ واقول لكم مبروك يا صلاح، مبروك يا جوليناز. وأعيط. هه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 ه